اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام. استفقت مدينه مراكش الصباح اليوم على واقع حادثه اختطاف رضيع من مستشفى بنو طفيل. هذه الواقعه خلقت ضجه كبيره على المستوى الوطني، وفي ظرف وجيز استطاعت المصالح الامنيه فك اللغز ديالها، بحيث تم اعتقال اربعه اشخاص من بينهم طبيب اللي هو المتهم الرئيسي. اليوم نزلنا الشارع باش نشوفوا راي المراكشيين بخصوص هذه الواقعه، خليكم معنا. خويا انا راه هذه الحادثه اللي وقعت هنا تفاجات ملي لقيت هذا الشيء، هذا الخبر في سيفيل، وانا دروك جايب المرض ديالي دخل انا السبيطار تنسنى تولت تلقى هذا الخبر هذا، ما عرفتش اش بغيت نقول لك. ما بقينا دايرين ثقه في هذا السبيطار ولا ما الثقه في الطب ولا في الثقه ما عرفت فاش بغينا نديروها. تنطلبوا من المسؤولين يردوا البال بزاف على هذا الشيء ويراقبوا هاد الناس اللي يراقبوا هاد العيالات اللي تيجيبوا يولدوا هنايا ويردوا لهم البال لولادهم. واه في الراي ديالي العقاب خصو يكون العائله اللي زعمات هذاك الدكتور باش يعمل هذا العمل هذا، والعقوبه راه حتى هذاك الدكتور خصو حتى هو يتعاقب من المزيان، باش هذا الشيء هذا ما باقيش يتعاود لا في بنو طفيل ولا في المامونيه ولا في محمد السادس ولا المهم جميع المستشفيات خصهم يكونوا في حراسه، هذاك الشيء يكون ناضي بلا ما نهضروا. هادشي خاصها تكون بنادم بنادم يرد له العام مزيان، ماشي اي دكتور يجي نعطيها انايا، ولكن واخا نقول ماشي اي دكتور يجي، راه حنا داخلين البلاصه عموميه كلشي كيجي لها البعيد وقريب وفهمتي. واش غادي نقول لك هذا خاصو يتحكم من المعقول، والاكثريه ما غاديش باقي يجيبوا عيالاتهم هنا يولدوا. اللهم كلينيك منين سيدي يتزوج يبقى يخبي شوي بشوي ويدي مراته للكلينيك باش يكون مهني عليها، ماشي يجيبها لهنا. اش غادي نقول لك اخويا، هادشي دابا ولا صعيب، بنادم ولا تيحط ولادو، حنا كاع دابا دخلنا وحاطينهم هما وخرجينا حنا، خرجك خرج خليه مرا خليه واحد اللي بيجلس معاك، وداك الواحد ما تيدخل ما يخليهش يدخل حتى لداخل. دابا بقينا فهمنا هما كيقول هذاك الشيء مزيان الناس باش ما يبقاش يعمر لهم تما، ولكن بالنسبه دابا ولا الناس تيخافوا على ولادهم. احنا حاطين ولادنا تزاد ما نعرفوها واش كاين عندنا بنيه ولا وليد، الله تعالى اعلم. ولكن فاش تنجلسوا هنا فين بقاو جالسين تنتسناو في الاخر تنشوفوا هادشي اللي تيوقع دابا هنا فين ما شاء الله. ويختي بطبيب من الخطاط في دري يعود كاع واحد يفتح يهز لي كاع كلاه يبيعهم، يهز لي كاع الدم يبيعو، يهز عادي يقردك بنادم غرادي غرادي ويدي يبيعو هذاك الطبيب. ما بقاش الثقه خويا حتى في الطب، حتى الطب راه ما بقاش فيه الثقه. علاش شكون هذا اللي باقي يجي ويدخل للسبيطار ويقول راه بينتعالج، ما بقى عندو علاج، انت ولي ديكتور وتولي شاد الدري بيخطفو، راه يحيد الكلى يحيد كلشي، قادر يدير اي حاجه، ما بقاش الثقه، خاصها تكون مراقبه على ذاك الطبيب عادي يقول له الناس يثقوا. واخويا اش نقول لك، هادشي كيألم، هادشي ما كيفرحش. هاي دابا هاد الحاله هادي ما باقيت تثق لا في طبيب ولا في بوليسي ولا في جوندار ولا لا حبسك شي واحد دابا بحال هكا في شي ذاك، قال لك انا راه ما خزنتش غتعرفو. ما هادشي كيألم بزاف، ما بان لي فيه والو.